القائد حمزة الحاضي قائد سرية الدرك الملكي بالراشيدية في إطار التدابير المتخذة لتغطية الاحتفالات المواكبة لرأس السنة الميلادية الجديدة وتنفيذا للرؤية الاستراتيجية للقيادة العليا للدرك الملكي التي تتوخى الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاته، فقد قامت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالراشيدية بأخذ كل التدابير وتسخير جميع الإمكانيات والوسائل اللوجستيكية تماشيا مع بعض خصائص المنطقة التي تعرف توافدا كبيرا من السياح المغاربة والأجانب، حيث انصبت التدابير الوقائية القبلية التي انطلقت منذ عدة أيام على مجموعة من الحملات التطهيرية والتي تكللت بإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم، وتشمل هذه التدابير أيضا نصب مجموعة من السدود القضائية كالذي ترونه على مستوى مدخل مدينة الراشيدية في اتجاه مدينة ميدلت من أجل مراقبة حركة السير ومحاربة جميع أنواع الجريمة، وكذا تعبئة مجموعة من الدوريات المتنقلة على مستوى بعض النقاط الأمنية المدروسة، هذا فضلا عن وضع بعض الوحدات المتخصصة في التدخل السريع في حالة تأهب دائم. وفي هذا الإطار تولي القيادة الجهوية للدرك الملكي اهتماما خاصا للتغطية الأمنية لأماكن توافد السياح الأجانب والمواطنين خاصة على مستوى مدينتي أرفود ومرزوقة، وتجدر الإشارة في الأخير أن هذه الإجراءات الأمنية يتم تنزيلها بتنسيق تام ومحكم مع مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، وذلك من أجل تحقيق نجاعة أمنية هدفها الأوحد رفع شعار الأمان لدى المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وكذا الحفاظ على النظام العام.